إذا المتتبعين أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، السلام عليكم في هذا البث المباشر. كما كتشوفوا بيو الصورة ومن جديد مسنة اللي كتعيش الآن في الشارع. حنا كنتواجدوا في حي البرادعة بمدينة المحمدية. السيدة المسنة هي هذه اللي كنتمناو بطبيعة الحال أنها الناس ديال دار المسنين مشكورين أنهم يجيو ويشوفوا الحالة هذه ويديوها دار المسنين. بقاو معنا في هذا البث المباشر. نسولوا بعد هاد السيده جارتها ياك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خويا هاد المراه كانت كتعيش عندنا في الدرب تقريبا، انا راه عندي 59 عام. وهاد المراه كيفاش كانت وكيفاش ولات؟ هاد المراه عندها سكنتها في زنقتنا، الزنقه 3، وكتمشي تسكن البركان، كتخدم 3 سنين 4 سنين، كتجي لدارها كتبرك فيها شهر شهرين عاوتاني كترجع. اليوم تا كيعيطوا عليا كيقول لي اجي غتشوفي واحد المراه راه جات برانيه. جات برانيه كنجي كنلقى هاد المراه بنت زنقتي. مالك ما مالك؟ قالت لي انا جارين عليا ولاد خويا ما خلاونيش ندخل المحل. شحال عندها من عام تقريبا السيده؟ تقريبا تكون عندها دابا شي 70 عام. ما من كانت جالسه؟ كانت جالسه بوحدها، عندها دار بوحدها حدا دار خوها. كانوا ولاد خوتها كيعيروها ما نقدرش نقول لك انا ما عايشاش معاهم في الدار باش غنعرفهم كيعيروا ولا كيضربوها. ما عايشاش معاهم في الدار هي مسكينه. دابا ملي سولتها قالت لي انا راه جراو عليا من الدار صافي. شحال هي الله؟ دابا قالوا خويا من الجوج ونص هي كاينه هنايا. من الجوج ونص ما عرفتش شكون اللي جرى عليها. ما عرفتش اخويا شكون جرى عليها. عطيه بغيت تخالي اسمي فاطمه. اييه بغيت انا عارف الخير يلاه يرحم والديكم. بغيتي تمشي لدار دار ديال المسنين ياك؟ لا ديال المخارين ما عرفت هي. الله يرحم الله يرحم والديكم. كان عندها الدواء ديال القلب، عندها الدواء ديال القلب. بغيت تبقاي فيها؟ بغيت تمشي فيها؟ نمشي لها عندي الدواء الله يرحم والديكم. اييه كان شي دواء؟ لا غادي نجيو عندك ان شاء الله. غادي نجيو عندك. ايوا شي الدواء اللي بغيت. الله يخليك الله يرحم والديك. غادي نجيو عندك ان شاء الله. ان شاء الله اليوم. كتعقلي شويه؟ اي ما نسال داك الشيء علاش؟ كتعرف انا شابك تضرب لك. شو سميتك؟ ها؟ شو سميتك؟ فاطمه. فاطمه شكون اللي خرجك من الدار ديالك؟ ايوا ولاد خويا وداك الشيء اللي ما بغاونيش ما عندي ما ندير. واش هما كانوا كيجريو عليك؟ ماشي زعما ما بغاونيش وصافي. كون بغا خادو ليا الدار وخادو ليا كلشي. الحمد لله. عليك خرجوك من الدار. اي وداري فين كاين؟ في البرادة. الله يرحم والديك. وانا بغيت غير الخير. شنو كطلبي؟ واش قادرة تبقاي جالسة هنا في هاد الخلعة هادي؟ لا خاصني شوف كنت بغيت الخلعة قال ما نقلب عليكم انتم في هاد الشيء. نجيب هادشي دابا لدار العجزه ولا شي بلاصه تشتري فيها؟ انت ها نعم ندير فيها راه الدار ديالك. دابا داري فين هي ولا داو هما ديا؟ ماشي دار شي دار ونبقى داري كون يبقى فيها. وي مابقى شي دار ولا شدو كلشي شدو هما ودروا على كلشي. خالي الله يعطيك السر الخير اللي دير فيها دار العزاز. الله يرحم والديك. حنا غادي نشوفو. حنا غادي نشوفو. حنا اختي دارها غير دارها. صافي. ها؟ الخير الخير يلا الحمد لله. ديك نبقى تما فين نبقى عندهم تما. قال واحد يعالو في خلاف. ايوا بقى اش بغاو؟ بغاو كاع ما خرجت بركاتهم. الله يرحم والديك السيدي. انت عندك الدار ديالك علاش خرجتي من الدار ديالك؟ انا كنمشي نخدم ونجي جيتهم خادوها قوي. كنت انا كنبقى. ولد خويا. خداوها لك؟ دو كلشي مشى. ما تخرجش هاد الدار ديالك لان هاديك الدار ديالك. لا كان هو لا بقاش عندي شي دار بقاو يديروا كون كنبقى فيها راني باقا فيها قولي. فين هي؟ خدوا لي شي دار الله يرحم والديك. عندك شي وليدات؟ لا ما عندي. شكون عندي؟ قول راني باركه فيهم. ولات موتاك؟ لا خوتي انا باقي نداوين عليه خويا راه ما غادي يجري عليا كاع. شدوا الدار شدوا كلشي وخلوني انا ندور. والخدمة من عارف داري باركة فيها. خوك باقي عايش؟ خوك؟ ها؟ خوك باقي عايش؟ مال ما باقيش؟ ميت. الأخر ميت. هذاك الأخر ميت شهادة. شكون اللي جرى على قلتي خوك الأخر؟ كتهضري على ولاد خوك؟ لا ولاد خويا كلهم كانوا. اه قول ولاد خوك هما اللي جراو عليك. ويه. كاين أنا راه جاتني نعيمة راه من شهر ربعة وأنا هنا ولا ما عرفت ثلاثة. الله يرحم والديك. بغيتش نتفرقع يا بنتي. شحال هذا؟ هذا الوقت أنت مريحة هنا. فين؟ لا اليوم. اه. المهم أنا فات 12 وأنا هنا. تمشي خارج الزنقة باركة في الزنقة. وفين نمشي؟ قلت زعما دابا شي خيرية ولا شي حاجة ولا شي. وتبغي تمشي لدار العجزة؟ وفين نمشي؟ والله ما خيرية ولا شي تبقى ندور في الزنقة. أما خير خيرية ولا الزنقة ندور فيها؟ أما الزنقة بعد.
مشات فيها كان يكون الدواء الله يرحمها هذاك الشيء شي دواء وهذاك الشيء هذا صابت عاد دواء صافي ما عاد ديش وقت ديري بندوز ايش يقول لي ليش ايش ما يجيش لا 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 ما تبانش إذا المشاهدين هانتوما كما كتشوفوا بها الصورة هاد المسنة هذه في حي البرادعة اللي كتناشد المسؤولين باش أنهم يديوها لدار المسنين. كما كتعرفوا مدينة محمدية فيها مركز ديال المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين اللي كان دشنو جلالة الملك في 2012 بطبيعة الحال الشروط مستوفية بالنسبة لهذه السيدة هذه على أنها باش تكون نزيلة في دار المسنين معززة مكرمة وبغات يعني تبقى فيه. كنتمناو المسؤولين بعملة المحمدية مشكورين رجال الأمن اللي حضروا هنايا كنشكرهم داروا الإجراءات القانونية ديالهم. كنتمناو رئيس الملحقة الإدارية أنه يدير واحد التواصل بدار المسنين وحنا بدورنا نوعدكم أن هذه السيدة هذه أنها اليوم غادي تبات في دار المسنين بأي وجه من بأي شكل من الأشكال إن شاء الله. اذا غادي نقطعوا هذا البث المباشر وغادي نعاودوا نرجعوا لكم من بعد ما غادي نديروا الاتصالات ديالنا. اذا مشاهدينا الى اللقاء. حتى حاجه خويا عارفين ما كاينش المشكل والله عارفين نشويو. اذا نرجعوا لكم بعد قليل.